عامل، وكان هيحل لنا إشكالية. يعني كان في مطلب لكل الناس إلغاء النسبة، نسبة 50%، لأن هي بتستغل. فقلنا لا، بدل الإلغاء هنعملها بصيغة تانية بتعريف أوسع وأشمل وأعم للعامل، وبالتالي هنخرج من الالتفاف والشغل. احنا ضد ده، واخد بال حضرتك؟ لان احنا مفهومنا ان يصبح العامل عاملا، احنا نتمنى ذلك يا دكتور سمير، ان هو بس ده يظل ما بيحصلش العامل ارض عاملا، الواقع. لكن على لا ارض الواقع ده ارض المزاج، ارض الواقع. احنا نتمنى ذلك، لكن انت تخيل في مجلس الشعب اللي انا كنت فيه كان فيه حوالي 50 لواء. ايوه صحيح، بصفه عمال، بصفه عمال وفلاحين وغيره. ده فلاحين بالذات، فلاحين بقى حضرتك. الامر سهل جدا بالنسبه لهم، والالتفاف حيازه والبتاع. فانا شايف ان الموضوع خطير جدا ومحتاج الى تدخل عاجل، وبنامل يعني فيه عندنا طلبات. الطلب الاول ان يتم يعني الاخذ بالقانون اللي تقدمت به القوى السياسيه بالكامل، لانه فيه تم مراجعته قانونيا ودستوريا، واشترك فيه نخب كبيره جدا على مستوى مصر، وهو قانون يعني يشرف البلد وهيمنع خالص موضوع الفلول، هيحل حاجات. دكتور سمير قلت ليك تعليق مختلف عن دكتور فريد. هو احنا بس بنحافظ على تعريف العامل والفلاح ومصرين عليه، يعني مختلفين شويه في هذا الموضوع، واحنا بتوجهنا بحكم توجهنا مصرين على استمرار تمييز اثنين، العامل والفلاح لحين يقوى، واستمرار تمييز المرأة لحين تقوى. تمييز مؤقت ايجابي للفئات الضعيفة حتى يشتد عودها، حتى يشتد عودها. فدي نمرة واحدة. عشان ده يحصل لازم ادي تعريف محدد للعامل حتى لا يحدث تسلل من بعض الفلول او ما يشبه الفلول الى ايه؟ الى الشريحة العمالية. فطلبتوا تعديل تعريف ونفس الوضع بالنسبة للفلاحين، ومقدمين مشروعنا في هذا الكلام بوضوح. يمكن دي النقطة الخلافية في هذا الموضوع. أنا عاوز أقول بس كلمة، إن هو تبني قضايا العمال والفلاحين. أنا النهاردة كنت في الصالحية الجديدة، كان في إضراب لعمال مصنع المرسيدس، في تعنت كبير جدا من صاحب العمل، في طلبات للعمال. أنا اداني معاهم لغاية الساعة 4:30 من حوالي 5 ساعات متصلة. وقبل كده كان عمال شركة إيبكو الحمد لله خلصناه، وشركة كان قافلت 3 أيام واتفتحت دلوقتي الحمد لله. فروحنا النهاردة نحاول نخلص المشكلة مع صاحب العمل، في تعنت رهيب. 12 طلب للعمال في معظمها هم محقوقين فيها، أصحاب حق فيها. فتبني مطالب العمال ده أمر مهم، كلنا مشتركين ان ده أمر يعني لسه ما اتحلتش دي؟ لا ما اتحلتش، ما اتحلتش لغاية دلوقتي، لأنه الراجل لغاية آخر لحظة لغاية الساعة 4 متعنت جدا في الاستجابة للمطالب العمال، رغم أننا اتصلنا بالقوى العاملة الوزارة، وبعدين خطبنا الشركة، وبعدين رحنا قعدنا مع العمال ووسطنا الموضوع نوصل لنقاط اتفاق، إلا أن هو التعنت الكبير في عدم إعطاء العمال حقوقهم في الأرباح والحد الأدنى من الأجور. مئات القضايا بالشكل، حاجات كثيرة جدا يعني. فدي وكذلك مطالب يعني تبني مشاكل الفلاحين دي كلنا مجمعين عليها. حضرتك لو تلاحظ فلاحين ده حواديت، ده حاجات كبيرة جدا. أنا يعني قعدت في حوالي أكثر من 5 استجوابات في مشاكل الفلاحين، عندنا حوالي 15 محامي شغالين يعني، وهكذا يعني. فإحنا مع دعم الفئات الضعيفة إلى أن تقوى، ده كلنا معاه. وحتى إحنا كإخوان مسلمين أو كحزب حرية وعدالة، احنا كنا مرشحين عدد كبير من السيدات في انتخابات 2010، لكن طبعا حصل اخصاء كامل، واخد بال حضرتك؟ لكله كل الناس الحمد لله. بس انتوا مش مدينهم حقهم شويه؟ لا والله مدينهم. لا لا ليه؟ احنا مش مدين السيدات حقهم ليه؟ ما كان معمول مؤتمر كل فتيات؟ لا انا بتكلم على المراكز الشرقيه. انا هقول لحضرتك، انا امين الشرقيه، مراكز الانتخابيه، انا امين الشرقيه. احنا عندنا في امانه الشرقيه كحزب حصل انتخاب، في فازت سيدتين، استاذه في الجامعه طبيبه ومهندسه، وخدوا اعلى الاصوات وما دخلوش اعاده. ما دي عينات. لا يعني هو ده، احنا مرشحين نفسهم. كل مرشح 105 واحد كان 700 واحد مؤسس. ففاز سيدتين باعلى الاصوات من اول مره. فاحنا عندنا المهم يعني ملف المراه، وده ملف احنا بنحترمه جدا وبتطلوا عليه وحريصين عليه جدا جدا جدا. والتاريخ بيثبت ان احنا لينا شغل كبير جدا، وهم في الانتخابات 2005 كان لهم دور كبير جدا. كان لسه اجيب مراه تمسك حزب التجمع. طيب بيقولوا ان تقسيمه الدوائر الانتخابيه الجديده دي بتصب في مصلحه الاخوان،
يعني ناس كتيره مجمعه كده ان بيقول لك تقريبا حد من الاخوان اللي راح قسم الدواير بالشكل ده وهي تصب في مصلحتكم تماما. هو الكلام ده طبعا ما هو بيتقال ده ليه؟ لانك بتعزل الفلول. فهيبقى فاضل فين الاخوان؟ هو انا اقول لحضرتك على حاجه، ده من ضمن الافتراءات على الاخوان اللي هي لن تنتهي من قبل الثوره ولا حتى بعد الثوره. وعاوز اقول لحضرتك ان عندنا نموذج في الشرقيه، عدد من لهم حق التصويت يقترب من 4 مليون. عدد مقاعد الشرقيه قبل الثوره مش بس تغريدش قوي في الشرقيه، لان في محافظات في الصعيد. يعني انا عارف، انا هقول لحضرتك بس نموذج، لان احنا تقدمنا بيه اعترضنا على الدوائر دي خالص. انا عاوز اوصل لها ان احنا كاخوان كحزب حريه وعداله اعترضنا رسمي على هذه الدوائر. لو احنا اللي عاملين مش كنا اعترضنا عليه. الشرقيه مخصص لها 28 مقعد وهم حوالي 4 مليون لهم حق التصويت. نصيبهم 4 وي ده داخل على 5 التصويت، لهم حق التصويت غير السكان. واخد بال حضرتك ازاي؟ لا اكثر من 6 وشويه، حوالي 6.5 مليون. فهو كان المفروض ياخدوا 40 مقعد. يعني 4 مليون ما تنسبهم كل مليون ل 10، ما هو 50 مليون 504 مقعد، كل مليون ل 10، يعني المفروض ال 4 مليون ياخدوا 40 مقعد، احنا واخدين 28 مقعد. فده طبعا ظلم بين. بعتنا شكوى المجلس الاعلى للقوات المسلحه باسم حزب الحريه والعداله بالشرقيه. معلش وبعتنا معلش، يعني في بعض قيادات الاخوان اعترفوا بعقد لقاء، منهم دكتور محمد مرسي، الدكتور سعد الكتتاني، مع اعضاء المجلس العسكري لمناقشه، ده ملوش دعوه بالاجتماع اللي بتقول ان مصر اليوم تبلت عليكم بيه، لمناقشه قانون الانتخابات ومشروع قانون الدوائر قبل اصداره، والناس قالوا ان هم اجتمعوا ولم يكون الاجتماع شامل الجميع، والناس اعترفت بالاجتماع ده. يبقى ازاي يطلع البتاع من غير لا هو حضرتك الكلام ده الاجتماع ده حصل يا دكتور فريد؟ بص انا كلمت الدكتور مرسي في لما نشر الكلام ده، قال الكلام ده ما حصلش خالص، هو الالتقاء اللي تم بيتم في وسط كل الاحزاب. حزب الحريه والعداله من ضمن الاحزاب اللي بيدعوا في بعض اللقاءات. حضرتوا الاجتماع ده؟ في بعض اللقاءات، لكن اللي يخص الدوائر ما لم يعقد اجتماع خاص بحزب الحريه والعداله مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه بخصوص القوائم. احنا معترضين بشده على القانون، معترضين بشده على التقسيم ده، على التقسيم. واحنا قدمنا مشروع القانون بالتوافق مع كل القوى الوطنيه، وبنطالب لغايه النهارده ان هو يطبق. واضعف الايمان قلنا لازم يتم مره ثانيه اعاده الترتيب، كن فئات الاول قبل عمال عشان المجلس ما يطلعش 50، وان الدوائر القايمه يزيد عددها، وده بنطالب بيه ليل ونهار في طلباتنا في بيانات. لما تشوف بيانات الحزب الحريه والعداله او بيانات الاخوان هتلاقيها كلها بتنصب في ان هو تدعيم العمل المشترك او التحالف بين اكثر من حزب. ومش هيتم ده الا باعاده النظر في القانون ده. انا بقول لحضرتك احنا اعترضنا رسميا، قدمنا طلب للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، وقدمنا طلب للجنه العليا للانتخابات، وقدمنا طلب للمحافظ، وقدمنا طلب لحكومه الدكتور عصام شرف. وانا اديت الدكتور علي سلمي بنفسي طلب، قلت له ان التقسيم، لان التقسيم ده يعني تقسيم ظالم وتقسيم غير مقبول للدوائر، ده هيصب في خانه فلول الحزب الوطني. متفق ان ده بيصب في خانه فلول الحزب الوطني؟ والله هذا الموضوع لما ندرسه احنا بالتفصيل. كان انشغلنا بالاوضاع الداخليه. وخلال الاسبوع الجاي هيتم تفصيل دراسه الدوائر دائره دائره. عندنا توقعات كتيرة بأن الانتخابات هتبقى أيامها صعبة، وربنا يسهل أيام مصر كلها اللي جاية. هيكون في مشاجرات قوية، ناس بتتوقع دم، خصومات ثأرية، ولكن الإخوان بيقولوا، مش عارف حب حضرتك تأكد لي ده، أنهم قادرون على تأمين الانتخابات مثلما نجحوا في تأمين امتحانات الثانوية العامة. التصريح ده صدر فعلا؟ لا هو مش صدر بالطريقة دي. هو صدر قال أن القوات المسلحة كان في تخوف كبير جدا في امتحانات الثانويه العامه. ايوه. على مستوى مصر. ايوه. لان دي سنه فاصله في حياه اي طالب وكده. فاللي حصل غير كده. اللي حصل ان الوضع في الثانويه العامه السنه دي كان افضل من ايام حسني مبارك. رغم الانفلات الامني الكبير. احنا عندنا امل كبير جدا ان هيحصل في يوم الانتخاب هيكون في سيطره امنيه كامله، مش من الاخوان او من شباب الاخوان ولا من اللجان الشعبية أو غيره. أنا أتوقع أن القوات المسلحة، لأن ده موضوع خطير وفي معوقات كتيرة جدا وفي عدم فهم لآليات الانتخاب، ما تروح ما يكون معاه 4 ورقات ومعاه 4 صناديق جوه، ويروح إلى الشورى هنا ويروح للشعب ويروح للقائمة ويروح للفرد، دماغه غالبا هتسيح في نص الساعة هتسيح. فمع كل هذه المشاكل
لو حصل لا قدر الله في انفلات امن هتبقى الامر خطير. فانا مدرك تماما ان القوات المسلحه تدرك هذا الامر بخطورته، لان الانتخابات دي انتخابات فاصله في مرحله ثوريه مهمه محتاجه ان الكل يتحرك، وعلى راس القوات المسلحه في تامين هذه اللجان. انا اتوقع ان شاء الله الانتخابات هتكون هادئه جدا. الاخوان هيشاركوا في التامين زي ما عملوا في الثانويه العامه؟ لا، هو الاخوان عشان هيكون طرف في الانتخابات يكون من بره ممكن يأمن. من بره طبعا، بتكلم من بره مش الاخوان لوحديهم. هو الخوف برضو من بره اكتر من جوه دكتور فريد. هو الخوف من بره، من بره. بس انا عاوز اقول لحضرتك ان التامين ده اللي حصل في الثوره مشترك فيه جميع شباب مصر بما فيهم شباب الاخوان. يعني احنا كنا مشرفين بانفسنا على شوارع باكملها وترتيبها وكان مثلا واحد من الاخوان ومعاه 3-4 من غير الاخوان. لكن المنظومه نفسها، الترتيبات، الاداره نفسها مهمه جدا ان انت في التامين. وده اللي حصل في الثانويه العامه. احنا فعلا اشتركنا، لا نخفى على احد، احنا اشتركنا في تامين لجان الثانويه العامه مع باقي شباب البلد، مع باقي شباب مصر. كان لنا اداره من بره خالص بتامن اللجان مع القوات المسلحه، حارسه والشرطه موجوده، لكن عدت الثانويه العامه بطريقه مرضيه بفضل الله عز وجل. وان شاء الله الانتخابات تكون كده. اخيرا التطمينات دي، طمن حزب التجمع، طمنك يا دكتور سمير ان ان الحكايه تمشي على ما يرام باذن الله؟ لا اتوقع، مش متفائل من ناحيه. ليه؟ بسبب ايه؟ شوف، ما لم يتغير، شوف لما تيجي ترمي بذره لازم تتأكد من حاجتين: السلامة الحيوية للبذرة وقشرتها، وسلامة الأرض، وسلامة البيئة، التربة اللي هتقعد فيها، البيئة، تربة وأكسجين وهواء وشمس إلى آخره. مناخ، المناخ قضية أساسية. المناخ الأمني قضية أساسية. المناخ في الأعمال بتاعت الاعتصام والحرية والحركة وعدم التقييد اللي ابتدت تظهر بوادر لتقييده برضو حاجة مهمة. لو المؤشرات البسيطة الصغيرة اللي زي دي بتاخد مواقع أكثر تقدما يبقى التفاؤل وارد. لغاية النهاردة ما حصلش. طب ما هو معنى كده ان حضرتك يعني رايح في اتجاه اللي كنت بتكلم فيه دكتور فريد، اللي هو عندهم تخوفات من الانتخابات لا تتم في موعدها، وده هيصيب الناس بصدمه. مين اللي عندهم؟ الاخوان. لا، الاخوان عندهم توقع انها تتم في موعدها. لا، النهارده البيان بيقول عكس كده. النهارده نزل، النهارده بيان قال عكس كده. هو لازم يضغط في هذا الاتجاه. انما لازم يضغط في هذا الاتجاه. انما انا بقول ان ما لم تكن البيئه صالحه يبقى القضيه مش هتمشي. ربنا يصلح البيئه المصريه كامله. تحب تقول كلمه اخيره؟ كلمه اخيره اقولها ان ثوره 25 يناير ستعبر كل الصعاب ان شاء الله. ليه؟ ليه؟ هذا واقع تفرضه الثورات. ولكن علينا أن نفهم حقيقة أساسية، أن الحشود، في كتاب على فكرة قديم ما القرن اللي فات اسمه الحشود، The Crowds، بيقول أن الحشود لا تستطيع أن تتقن إلا الهدم. ولكننا نعلم أن عملية التمثيل هي هدم وبناء. أما البناء فمن الممكن أن يختطف، ومن الممكن أن لا يتم، ومن الممكن أن يتدرج البناء، ولكنه سيأخذ وقته ليبرز. كل ما نتمناه أن البناء يعقب قدر الإمكان وبسرعة عملية هدم النظام القديم. النظام القديم أركانه لم تهدم بعد، فعلينا أن نستكمل هدم النظام القديم وإقامة نظام جديد. هل هذا وارد؟ أقول وارد بحكم التاريخ وبحكم منطق 25 يناير، ولكنه قد لا يكون واردا بحكم الواقع المصري. دكتور فريد، أنا عايز أقول أن المرحلة اللي بتمر بها مصر مرحلة دقيقة وبتستوجب أن الكل يشتغل مع بعضه، والمرور المرحلة الانتقالية بسرعة أمر مهم جدا. وبناء مؤسسات مصر مطلوب وفرض على كل واحد. وعاوز أقول أن الأمل كبير جدا، الأمل في الله ثم في الشعب المصري كبير. احنا وانا على المستوى الشخصي مستبشر جدا ان ثوره 25 يناير مش هتاثر على مصر بس، هتاثر على العالم العربي وعلى العالم الاسلامي والعالم اجمع.
والنموذج المصري الفريد الذي لم يتكرر في التاريخ في هذه الثورة العظيمة هيكون نموذج عملي لـ 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 لكل اللي بيطمحوا في حياة سعيدة. أنا عاوز أبشر الناس وأطمنهم إن الحالة الضبابية اللي حصلة مش هتستمر كتير.